السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي وياكم درس جديد من بايثون، الدرس رقم 27. بعدنا بالقوائم. زين، إذا أريد أسوي إضافة للقوائم عرفنا شلون. أكو طريقة أخرى لإضافة القوائم؟ إي نعم، أكو طريقة أخرى. هسا نجي مرة الأخ نقول ناخذ قائمة حيدر نطبعها، نخلي هنا حيدر unexpected indexed. ليش؟ زين، لو نجي هذا هالشكل نطبعه، غير حيدر، يمكن ما يقبل على مود متكرر. نو لا، شلون قبلته فوق؟ يمكن لازم نسوي قائمة أخرى. زين، ولا تزعل محمد، يساوي قائمة جديدة علي عمر. صحيح، اكو شيء اسمه احمد. احمد، حلو، قبل اجي اقول محمد نقطة insert حتى تشوف الدالة. زين، دخل لي رقم الأربعة وياهم حيدر، أقول انتر. هسا إذا أقول محمد، لاحظ، علي، عمر، أحمد، حيدر، محمد دوت انسرت 0 1 2 3 3. أسامة، محمد، أسامة انضاف ليا خانة رقم 3، حيدر هسه صار رقم 4. زين، لو نيجي نقول مثلا محمد دوت انسرت صفر offset حسين طبعا لازم هذا الشكل. هسه إذا قلنا محمد، لاحظ حسين صار بالمرتبة رقم 0. بتلاحظ انه يدخل الاوفسيت وظيفته، احنا قلنا انه يختار لك المكان، يحدد لك المكان الاضافة. فاذا اقدر عن طريق الاوفسيت ايضا اضيف كتابات. هسه اذا اريد انا اسوي ديليت، حذف، اقدر اسوي حذف؟ اي نعم، الحذف هم موجود من ضمن القوائم. لو اجي اقول مثلا، بس الحذف ترى مو مثل الادخال اللي هو الانسيرت او الابند وغيره، لازم تكتب del اللي هو شنو؟ ديليت. ديليت من محمد الصفر. لو اقول لمحمد، لاحظ حسين ما بقى، not found anymore. اوكي، لو اجي اقول له ديل محمد، نحذف احمد، 1 2 3 0 1 2. إذا هنا راح شي يكون 2. لو أجي أقول لمحمد، ألاحظ أنه أحمد هم ما بقى. إذا أقدر أسوي ديليت واختار المكان اللي أنا أريد أحذفه، أو الكاركتر، العنصر اللي أنا أريد ألغيها. وقت البرنامج باقي تقريبا مش كيت 20 ثانية، بعشرين ثانية ما أتصور نلحق إنه نضيف شغلة. فممكن تسوي لك تمارين خاصة ويا نفسك، تجرب بالقوام. قوام فتشي مفيد جدا، يعني بالبرمجة جدا جدا مهمة ومفيدة. أوكي شباب، نلتقي بدرس آخر. مع السلامة.